حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده اليوم من برنامج صغار ستار، راح نتواصل احنا وياكم زي ما عودناكم كل حلقه احنا نسولف. اليوم احنا عندنا موضوع جميل، الموضوع هذا يمكن كثير من الناس يحصل لهم مشاكل كثيره، واللي يتابعونا انتم وانتي واللي موجودين معنا كلهم يحصل لهم مشاكل كثيره في حياتهم اليوميه، في المدرسه، في البيت، الى اي كان، يعني اكيد انه حيحصل لهم مشكله. اليوم احنا نبي نتعرف اذا حصلت لك مشكله او حصل لك مشكله كيف انا اتعامل مع المشكله. اوكي، يعني اليوم انا صارت لي مشكله معينه، كيف انا احل المشكله؟ خلونا احنا وياكم نشارك على هاشتاج برنامج صغار ستار على تويتر، ونشوف اليوم برضو مشاركاتكم اذا حصلت لكم مشكله انتم ايش تسوون في هذه المشكله اللي حصلت لكم. برضو نشوف البنات اليوم اللي موجودين معنا، بس قبل نتعرف عليهم، نتعرف على اسمائهم اللي موجودين معنا. كل واحده فيكم تعرفنا باسمها، وبعد كذا راح اسالكم اذا حصلت لكم مشكله ايش انتم ممكن تسوون في حل المشكله. تفضلي يا رند. يلا ايش اسمك اول شيء؟ مو قلت لك انا قبل الحلقه ما تسوين كذا؟ انت صح؟ طيب كيف قلت لي؟ وش اسمك؟ انا قاعد اشوفك انا قبل شوي، انا هنا اشوف واشوفك. انا كنت قاعد اذكر. طيب يلا اعطي، عارفونا باسمائكم. يلا رندي شيلي. تفضلي. ريتان. لا بصوت عالي، احنا نبغى صوت عالي. ريتان. يا مرحبا. جنانات القحبان. ونعم، وانتي؟ ما شاء الله. وانت؟ يا فهد. يا هلا وسهلا. وسنس قامي. ونعم والله، حياكم الله. طيب اليوم احنا عندنا موضوع انه كيف احنا نحل مشاكلنا. كثير مننا يصير له مشكله. لما يصير عندك مشكله كيف تصير تحلوا مشكلتكم؟ يلا يا رند قولي لي مش المشكله اذا صارت لك. ممكن تعطيني هذا الفاين؟ يلا هاتي الفاين. خلاص اعطيني اياه شوي. يلا شكرا. قولي لي اذا حصلت لي مشكله بكل شيء اكلم ماما، في المدرسه اكلم ماما، يعني ما نجيب عندنا جوالاتنا، انا اطلب من السنه نورا تعطيني جوالها وانا اكلم ماما عشان يعرف رقمها اذا هذا. وفي البيت اقول لماما، وفي بيت خالتي اقول ماما، وفي كل مكان اقول ماما، لان الكبار هم يعرفون اكثر شيء في العالم، انا ما اعرف ما تعرفي. لو صارت لك مشكله في القناه وانت جاي البرنامج هذا اكلمك، اخذ جوالك واكلم ماما. اقصد بس اكلمك. طيب وانت يا عسل اذا صارت في مشكله كيف تتعاملي مع المشكله؟ تساعدني امي. ايوه ايش كمان؟ واذا بالمدرسه جاني خطر اكلم امي. يا سلام عليكم، حلو. تعرفين يعني رقمها ولا لا؟ اعرف. تعرف رقمها؟ ما في انت مثلا تعرفين انت رقم امي؟ لا لا ماما، لكن كل ما تعرفها اخذ الجوال. الو ماما، صارت لي مشكله كذا كذا كذا، ما كذا ما كنت اعرفه، ما كذا فعلت اليوم. حلو. يلا وانت يا عسل اليوم. نسمع. تفضلي. اكلم امي اللي جاني خطر بالمدرسه. بس نرفع صوتك عشان نسمع. اكلم امي بالمدرسه اللي جاني خطر. صالح. ايوه. وكلمات. يا سلام، ارفع صوتك بس. ايش بعد؟ طيب وانت يا ميرال يلا قولي. اذا صارت لي مشكله. لحظه، انت بتخلصين انت توك طالعه من المدرسه جايه عندنا في البرنامج؟ لا. ولا بس بعد البرنامج بتروحي المدرسه؟ لا، احنا بكره عندنا حفلتين. طيب يلا تفضلي. احنا بعد البرنامج راح نشتغل. اذا صارت لي مشكله يعني ابغى اروح اصلحها، ويعني ما ضبطت معي، اروح يعني اقول لماما. شو ما ضبطت معك؟ يعني طبخي مثلا ما تضبط معك؟ تروحي مثلا تزودي الملح فيها، مثلا تزودي بهارات. انا قصدي يعني اذا كانت مثلا زعلت مع صديقتي. أيوة؟ وقلت لها انا اسفه اخر مره يعني اسويها، وهي خلاص بعدين ما كلمتني، يعني اقدر اساعد اي، يعني اقدر اقول الماما او البابا يعني. ممتاز. يعني ودي اقول شيء بسيط. لحظة قبل شيء، أنت قلتي لي أنا إذا صارت لي مشكلة ما عرفت مثلا، صح؟ أو ضيعتي، يعني مثلا تزودين ملح وبهارات ولا إيش تسوين؟ لا أجل. يعني سلايد. يا وش؟ يعني إذا ما ضبطت معك شو تسوي؟ لا أحد ودي أقول شيء. يلا قولي. عاد لا تسوي شوي. إن شاء الله يلا. إي ودي أقول شيء بسيط. طيب لو أنا ممكن أقول لك شيء؟ لا تزودينها بالله. يلا قولي. عندي مشكلة أنا وميران متزعلات مع بعض. متزعلين؟ يا إن شاء الله دائما أنتم مع بعض متزعلين. يعني متزعلين بس في البرنامج. وصلنا برا البرنامج. أوكي. المركز الأخير ماما راح تعطي
اعطي بس تمارا ورفيف وخولة هديه بس. انا وميرال اي انت وياها بس لانكم انتم بنتك. يلا قولي طيب قولي الشيء اللي بتقولينه. يلا اقولي الشيء اللي اقوله. الشيء اللي اقوله يلا نسيت تروح بتروحي تسال امها وترجع. تبغى تسال امك تجين؟ لا اربعه اخذ دوار وجهي. تاخذ دوار وتجي. يلا خليها تاخذ دوار. ايوه خذي الدوره. ايوه الحين تاخذ دوره عشان تتذكر بس ترجع. طيب قبل ما بس على بال ما تتذكر يا حبيبي يلا ايش المشكله؟ اذا صارت لي مشكله اكلم ابوي خليه يتفاهم مع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه اللي سوى معي مشكله وخليه يتفاهم مع المدير. ممتاز. تقدر تعطيني اياها بالانجليزي؟ yeah. الكلام؟ يلا قول. If I have a mistake with my friend, I just call my dad to have a talk with the manager of the school. ما شاء الله عليك ممتاز. يلا وانت يا حبيبتي يلا قولي. إذا صارت لي مشكلة أعلم أمي وأحلها إذا يعني نحلها بهدوء. ما نصير عصبيين وكذا. ممتازة. طيب اليوم احنا برضو نقول ايش انواع المشاكل اللي تصير لكم؟ ممكن انواع المشاكل اللي تصير لكم تتهاوشين تصديق انت ميراد شكلك تتهاوشين صديقتك وتمسكين شعر شوشة صديقتك وتتجالدين انت وياها. لا لا سمعني انا ودي اقول شيء يعني اذا صارت لي مشكلة اجيب دانيا. لا لا سمعني انا ودي اقول شيء. مين دانيا؟ حقها دانيا حقها دانيا. من هي دانيا هذه؟ لا تنسى. طيب يلا جيب. بس انا ودي اقول شيء يعني المشاكل تقدر تصير يعني بين يعني اسرتي او بينها. بين اسرتك؟ اي اسرتي. طيب اذا صارت برا اسرتك وش تسوين؟ ايوه يعني انت ماشية في السريع في الطريق السريع ها؟ تخاف لك واحد مثلا يسوي لك مشكلة وش تسوين؟ تقول له حبيبي شرب شاي بالعناع؟ لا. ايش تقولين له اجل؟ انا اقول شيء. ما تقولين شيء. طيب اليوم احنا برضو نقول للبنات الموجودين معنا واللي يتابعونا في حلقتنا اليوم كيف احنا نحل مشاكلنا وكيف المشاكل احنا اللي تصير معانا نتعامل معها. كثير مننا تحصلنا مشكله. حلو اليوم من سمعنا من البنات انهم يقولون انه اليوم لما تصير لنا مشكله احنا ممكن نقول لامنا او ممكن نقول لابونا ممكن نتصل في المدرسه. بس في مشاكل كثيره قاعده تصير لك. مثلا اليوم انت في البرنامج صارت لك مشكله انت وصديقتك او صارت لك مشكله يا فهد انت وصاحبك كيف تتعامل؟ واو حلوه يا فهد انت وصاحبك واو يلا يا فهد اياد فهد تفضل. اتعذر من شلون؟ اتعذر الولد اللي مثلا طقينا على ولد حلو نتعذر إذا ما وافق التعذير حقي أخلي يتفاهم مع أبوي. تفاهم مع أبوك حلو. طيب إحنا اليوم عشان ما تصير عندنا مشاكل أو ما نسوي مشكلة يا حبيبي عشان ما نسوي مشكلة إيش الواجب علينا إحنا عشان ما يصير مشكلة كبيرة؟ اليوم مثلا أنا تهاوشت أنا وصديقي أو أنا تهاوشت أنت وصديقتك بدال ما تمسكون شوش بعض وتطقون أو من عندك إيه طيب اليوم انت لما تصير لك مشكله كبيره مثلا عشان ما تصير لي مشكله بينك وبين صديقتك ايش تسوين؟ ما اكبر المشكله اروح اعلم اي احد كبير يعني قريب من عندي. حلو. واذا ما كان عندي قريب اقول لها خلاص نتسامح وبعدين ما اكبر المشكله. يا سلام. علشان ما تصير مشكله اليوم احنا لما نتهاوش احنا وصديقانا او تتهاوش انت وصديقتك مثلا في المدرسه تتهاوشين انت واختك بالبيت مثلا تتهاوشين انت واي ان كان مثلا عشان ما تصير مشكله يا ميرال ها عشان ما تصير مشكله ايش قلنا احنا ميرال عشان ما تصير مشكله ايش تسوين ها ايش تسوين اذا صارت لي مشكله اذا ما عشان ما تصير مشكله ايش تسوين اذا ما صار مشكله حلو. شفتي عشان قبل شوي انت فهي وين مفهي قبل شوي مع المصورين صح؟ صح ولا لا؟ حرام عليك هذا الا مفهي مع المصورين هذا القية ما هي بلا الا انت مفهي مع المصورين ف يعني اللي ما يسمع كلامي هو المعلم قاعد اقول انشوده احنا قاعدين نفكر احنا ولا نقش؟
حنا. لا نكس نكس نكس. نجس طيب. نجس. حنا كنا يعني حنا يعني ننسى عشان يعني عندنا دروس فهمت ف يعني. لا تصرفي ترجعينا. أو لازم القرآن طيب نحفظه هنا ونسينا. طيب يعني انت الحين قاعده تصرفين عن نحط البرامج بس السبت والاحد بس والله يا شباب حتى انا جمعه انا زعلت مع بنت بمبسط لا خميس شلون زعلت يلا قولي لنا يلا ها قولي يلا كيف زعلتي عذبتني بعد زعلنا حلو شلون شلون زعلتي ليش زعلتوا طيب ها عشان عذبتني شلون عضتني عبيش؟ عضتني اوه عضتك ليش تعضينها؟ صديقتك شو اسمها؟ تالا 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 انت ليش عضيتي شو اسمك انت؟ ريتان ريتان تالا ليش انت عضيتي ريتال؟ ما يصلح كذا ان تعضينها يعني يمكن يعني ايش تقولي لها اليوم طيب في الشاشة؟ الشاشة يلا قولي لها ايش بتقولي لها يلا يلا ها؟ طيب اليوم حنا